العدد الثامن، مجلة بيم أريبيا، مقالة بعنوان تحديث البرامج للمهندس عمر سليم، قراءة نجوى سلامة. الشركة عين نزلت نسخة حديثة من برنامج اليوم، فلنقم بتحميلها وتنصيبها والعمل عليها الآن. حسنا، قبل أن تحمل النسخة الحديثة، هل تعلم أن هناك شركات في اليابان خاصة في المحاسبة حتى الآن تعمل على نظام الدوس ولم تنتقل إلى الويندوز؟ أكيد ليس حفاظ على التراث، فمن اخترع الدوس ليس الساموراي. من الأسباب التي دعتهم لعدم تنصيب أي تحديث جديد، نظام الدوس أكثر استقرار كنظام تشغيل وأقل عرضة للفيروسات. كل تحديث يحتاج تدريب، وقد لا يكون المقابل يستحق عدم ضياع الوقت على الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية. لن تحتاج إلى تطوير الأجهزة كل عام. الغرض ليس نفي التحديث، بل التحذير من السعي وراء التحديث دون تفكير، ونحن لم نستغل 10% من إمكانيات النسخة القديمة. عند صدور إصدار حديث، اقرأ عنه، وأفضل مكان هو موقع الشركة المصدرة للبرنامج، وتأمل هل هذه التحديثات أحتاجها بشدة أم أنها فقط ضجة دعائية. هل هناك شركات لم تطور برنامجها لكنها تصدر نسخة حديثة باسم جذاب لامع حتى يسعى الناس لتطوير وشراء هذه النسخ، بينما هي نسخة من الإصدار القديم مع وجود تغييرات هامشية في الشكل، الغلاف وليس العمل. وقد تكون النسخة الحديثة أسوأ من النسخ القديمة، مثل ما حدث في نسخة فيستا والتي تم وقفها لاحقا. لذلك عليك بالقراءة والدراسة قبل تحميل أي نسخة، واسأل نفسك هل هناك ميزة أحتاجها فعلا في عملي؟ قد تكون هناك ميزة التصدير إلى جهاز CNC، وهي ميزة لم أحتاجها من قبل في عملي، فلا أجد حماس لتنصيب النسخة الحديثة مستهلكا وقتا. تحذير مهم من تجربة النسخة الجديدة على مشاريعك وملفاتك. الأفضل جرب على نسخة منها في مكان بعيد عن ملفات العمل. بعض المشاريع عند إجراء تحديث عليها أو فتحها بنسخة أحدث، تجد أن الملفات بها مشاكل، مثل تغير حجم المواسير فيتينج. لو وجدت ميزة في الإصدار الحديث، اعرف هل يمكن حفظ الإصدار القديم، مثل الأوتوكاد يمكن حفظ اللوح على إصدارات أقدم، وهل الحفظ على الإصدار القديم سيخسرك أي مزايا مثل تقليل المساحة؟ بفرض أنه لا يمكن الحفظ على إصدار قديم، وهناك مزايا تحتاجها، هل تقوم بالتحديث لمشاريعك الحالية أم ستكمل العمل بالإصدار الحالي في المشاريع الحديثة؟ تبدأ العمل بالإصدار الحديث، عليك دراسة خيارات جديدة قبل اتخاذ القرار. حسنا، هل ستشتري البرنامج أم لا؟ يفضل عدم التسرع وشراء البرنامج قبل التجربة والتأكد أنه سيفيد الشركة. يمكنك الحصول على نسخة تجريبية من الشركة لفترة محدودة أو إمكانيات مقيدة، مثل عدم الطباعة أو عدم التصدير. في حال تجربتك للبرنامج باستخدام كراك، تأكد من خلوه من الفيروسات. شركات البرامج الكبيرة تغض الطرف عن الكراك في مقابل أنها تعمل ببرامجها، ثم تطالب شركات المقاولات والمكاتب بشراء برامج التي تعمل بها. عند شراء البرامج، هناك حيلة تتبعها الشركات البرمجية، وهي إقناعك أنك تحتاج برامجها، ثم إقناعك أنك لن تجد بديل لبرامجها، ولهذا ستجد أسعار البرامج خرافية. يمكنك الحصول على البرنامج بعشر الثمن إذا نجحت في المفاوضات بإخبار البائع أنك تعرف أكثر من بديل. كثير من البرامج لها بدائل مجانية ومفتوحة المصدر open source، ويمكنك التحول البديل إذا أصر على السعر المبالغ فيه. حسنا، وماذا عن التحول من برنامج لآخر؟ هناك عوامل كثيرة إجبارية قد تدعوك لهذا، مثل انتقالك لشركة كلها تعمل ببرنامج معين، أو لعميل مشترط العمل ببرنامج محدد. في بداية عملي بالبيم، عملت بشركة تعمل بالماجيكاد، ثم لما ذهبت لشركة أخرى تعمل بالريفت انضممت لهم، فليس من المنطقي أن تعمل شاردا عن القطيع. وقد تكون العوامل اختيارية، مثل تطوير الشركة. حسنا، عليك أن تجرب البرنامج أولا، مثل أن تعمل به مشروع قديم تعرف النتيجة النهائية وتقارن. قد تجد البرنامج الحديث يعطي نتائج مختلفة أو خاطئة، أو هناك عوامل غير موجودة، وقد يكون هناك بديل أفضل.
عليك بالمقارنة بين البدائل، وقد تقوم بعمل مشروع صغير بكلاهما. مثلا العدد الأول من مجلة بيم أرابيا تم عمله بالفوتوشوب، كان التعديل صعب ويأخذ وقت، لذلك قررنا بالبحث عن بديل. وكان أشهر برامج متخصصة في عمل المجلات ام اس بابليشر و انديزاين. بالقراءة على الإنترنت وجدنا انديزاين أفضل وكان عليه شبه إجماع. ثم قمت بسؤال الأستاذة سمر صبحي وهي خبيرة في المجال، فنصحتنا أيضا بانديزاين، ولهذا قمنا بالتحول إلى انديزاين. لاحظ أننا لم نتحول لمجرد التحول، بل طبيعة العمل دفعتنا للبحث عن بديل أسهل وأقوى. مثال آخر، أحد الشركات لديها مشروع معماري وتريد عمله بالبيم، ولديها فريق يجود الأوتوكاد. وبدراسة البدائل كان الأفضل العمل بالأوتوكاد أركيتكتشر لأنه أقرب لمعرفتهم السابقة، والوقت لا يسمح بتعلم الريفيت أو الأركيكان، وكان هذا مناسب كخطوة لتعلم البيم. في النهاية احرص على تعلم كل جديد ومتابعته، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرار يؤثر على الشركة. مثال على هذا برامج أوتوديسك 2017، فلنأخذ فكرة عن أهم التحديثات. قبل أن تنصب نسخة حديثة، تأمل المزايا واسأل نفسك، هل أحتاج هذه المزايا فأنصب البرنامج أم لا أحتاجها في عملي؟ برامج أوتوديسك يأتي مع أوتوديسك آب، ديسكتوب آب، وذلك لمتابعة التحديثات وتحميلها بشكل مباشر. وأيضا في الأوتوكاد 2017 الحفظ على صيغة 2013 دي دبليو جي، فيمكنك الحفظ من أوتوكاد 2017 وأي مستخدم لأي أوتوكاد بداية من 2013 يمكنك فتحه بدون مشاكل. الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكنك إرسال مجسمات للطابعة ثلاثية الأبعاد، وهذه هي أهم المزايا باختصار شديد.